أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من أوضة اللبس. النهاردة ميدالية جديدة للمصر، ميدالية برونزية في المصارعة. كيشو بيحرز ميدالية برونزية بعد تغلبه على الروسي اللي بيلعب تحت علم الميدالية الأولمبية سوركوف. ماتش أو كانت مباراة يعني قبل نهائي وبعد كده على الثالث والرابع، حاجة مشرفة. وكيشو بيعمل نفس الحركة بتاعت كرم جابر، نفس السليبريشن ونفس الاحتفال، وكأن يعني الأيام بتعيد نفسها. مسك مدربه وبطحه أرضا زي ما بيقولوا، ونفس السليبريشن بالظبط بتاع كرم جابر، كأنه بيكوبي أو بيقلد كرم جابر بالظبط، وبيوريك الاحتفال بتاع كرم جابر، وبيوريك قيمة كرم جابر ان هو مثل اعلى لكل الشباب دول. طبعا كرم زي ما انتم عارفين هو الوحيد يمكن اللي جاب لنا ذهبية في العصر الحديث كله في مصر. واحتفال جميل وفرحة جميلة. ونفس الكلام يعني متولي برضو، لكن هتكلم عن متولي باستفاضة اكبر، لكن كيشو يعني فرحة جميلة وحاجة جميلة جدا، وشرف مصر، شرف مصر. بيسعدني ان انا الاصل بقى، يعني الاهل والام، الاب والام طبعا هم الاساس، ودايما بيبقوا عايشين مع اولادهم كل حاجه، الفرحه والانكسار والانتصار والهزيمه، بيبقى ليهم دور كبير جدا في الدعم. فمعايا على التليفون والده كيشو، عايز اتكلم معاها وعايز ابارك لها. حاجه مساء الخير. التليفون فصل معلش، لكن معانا تليفون مهم جدا من والده كيشو، عايز اتكلم معاها وعايز ابارك لها، لان انا عايز اعرف طبعا احساسها. اكيد فخوره بابنها، واكيد عايز اعرف منها شويه كواليس ازاي ان كيشو كان برضو عنده شويه مشاكل قبل الاولمبياد، وعمل بوست على الفيسبوك محدش يسالني على ميداليه، وكالعاده مشاكل في التحضير ومشاكل في الاعداد، زي ما يعني معظم ابطالنا بيعانوا في العاب مختلفه في التحضير والاعداد، وبيشوفوا منافسيهم ان هم بيتعدوا بشكل مختلف واعدادهم بشكل مختلف. والنهارده متولي يعني بطل برضه، يعني كان بيبكي بعد الخساره، لكن كان بيلعب وهو مصاب، وانا عرفت ان هو كان بيلعب طول البطوله وهو عنده قطع في الرباط الصليبي. فانك تلعب طول البطوله وتوصل للنهائيات وتتغلب من واحد مصنف وانت عندك قطع في الرباط الصليبي، دي حاجه مش سهله. فانا بالنسبه لي متولي بطل، ولازم نشتغل عليه ان هو يجيب ميداليه في باريس ان شاء الله. هو كتب يعني انا اسف. لا، احنا محمد، احنا اللي فخورين بيك، ومفيش اي داعي لاي حاجه تتاسف بيها. احنا فخورين بيك، وانت بالنسبه لنا بطل زي كيشو بالظبط. ارجع تاني لوالده كيشو اللي اكيد كان ليها دور كبير جدا معاه، والعيله ليها دور كبير جدا في الدعم. حاجه مساء الخير. اهلا بحضرتك، الف مبروك. الله يبارك فيك، الله يخليك. عايزك تحكي لي يعني ايه احساسك النهارده وانت بتتفرجي وكيشو بيفوز بميداليه لمصر، والاحتفال بتاعه وعلم مصر وهو بيترفع، عايز اعرف احساسك كان ايه؟ اتفاجئنا طبعا جدا بالحققه. حاجه ممكن بعد اذنك يعني لو تعرفي تتحركي شويه تبقي في مكان الشبكه فيه احسن. ايوه كده سامعني؟ ايوه كده سامع حضرتك كويس، كملي. ما بقالنا يومين والله اعصابنا مشدوده عشان البطوله طبعا. الحمد لله لربنا كرم النهارده وحقق ميداليه لمصر، كنت طبعا فرحانه جدا وفرحنا وفرح الشعب المصري كله بالميداليه اللي جابها، وان شاء الله ربنا يكرمه في اللي جاي. عايز اسالك على قبل ما يسافر للاولمبياد، هل انت وهو قبل ما يسافر كنت متوقعه، كان كلامك معاه بيتكلم معاك ان هو عندكم احساس ومتوقعين ان هو يجيب ميداليه؟ نعم.
عايز اسال حضرتك قبل البطوله، قبل ما يسافر. قبل ما يسافر. الو؟ الو معاك. ايوه، عايز اسال حضرتك قبل ما كيشو يسافر، هل كنت متوقعه ان هو هيقدر يجيب ميداليه؟ ان شاء الله. هو كان قايل لي يعني هو كان حلمه ان هو يجيب ميداليه في طوكيو، وان شاء الله يعني انا كنت بشجعه على الميداليه اللي هو يجيبها. فهو بمجهوده وبتعبه ومعسكرات بره وتمرينه الحمد لله ربنا كرمه بيها. طب قولي لي ايه اهم المشاكل اللي قابلت كيشو قبل البطوله؟ لان انا عارف ان هو كتب يعني حاجه على الفيسبوك كده ان هو ما تسالونيش على ميداليه وان انا عندي مشاكل في الاعداد. ايه كان بيتكلم معاكي يقول لك ايه؟ يعني كان في مشاكل مع ممكن على التمرين، كان عايز ناس يعني كان يتمرنوا معاه، فكانت المشكله على كده. فما كانش فيه اللي هو الوصف اللي يعني ناس تيجي تتمرن معاه. فهو كان متضايق في حكايه التمرين دي يعني بالذات. الاحتكاك يعني كان عايز ناس ان هي تبقى موجوده معاه. وكمان كان انت طبعا عارف عشان موضوع كورونا كانوا موقفين السفر. فهو كان عايز مثلا يسافر معسكر بره او كده، بس الحمد لله يعني شركه روابط وفرت له المعسكر بتاعه والحمد لله. طب قولي لي هتروحوا تستقبلوا كيشو ان شاء الله في المطار؟ ان شاء الله يوم الجمعه بامر الله ان شاء الله. ان شاء الله يوصل بالف سلامه هو وكل ابطالنا. ببارك لك مره تانية وببارك لكل العيله، وابنك فخر لينا كلنا وكلنا بنفخر بيه. الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن، الله يبارك فيك، الله يخليك، الله يبارك فيك. شكرا. يعني طبعا بتهيألي يعني كلنا عندنا اولاد او اللي عنده اولاد، بتهيألي احسن احساس في الدنيا لما تشوف ابنك او بنتك ابطال، وان الناس بتفخر بيهم وان مصر بتفخر بيهم ومصر بتكرمهم، وان هم ناجحين في الرياضه في اي مجال. لما بتشوف ابنك ناجح، يعني انا حاسس من صوت الحاجه والده كيشو ان هي فخوره بيه. وانا بقول ان، وده كلامي للشباب الصغيره، واحده من اهم الانجازات في حياتك ان انت تخلي اهلك فخورين بيك. من اهم الانجازات ان ابوك وامك واخواتك والناس القريبه منك يبقوا ماشيين رافعين راسهم ان ده ابني، ان فلان الفلاني ابني. يعني انا من 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 اكتر الحاجات اللي كانت بتسعدني ان ابويا الله يرحمه ماشي مبسوط ورافع راسه ان انا ابو ميدو، او ان انا ابني جاب جون مثلا، او ابني عمل حاجه للمنتخب، او في الحته اللي بيلعب فيها مثلا كسب حاجه. او احسن احساس في الدنيا انك تخلي اهلك فخورين بيك. فانا طبعا عارف قد ايه ان والده كيشو اكيد فخوره بابنها. ان شاء الله يوصل بالف سلامه. كيشو البطل اللي كسب لنا النهارده ميداليه برونزيه، يمكن ما كانتش يعني متوقعه قوي. لكن ارجع تاني للمتولي، احنا فخورين بيك ومقدرين ان انت كنت بتلعب وانت مصاب، والنهارده اتفرجت على الماتش بتاعه كان بيقاتل، لكن واضح ان هو كان مصاب خلاص، كان وصل لمرحله اجهاد كبيره جدا. فانت بالنسبه لنا بطل بالظبط زي كيشو. لعبه المصارعه من الالعاب اللي جابت لنا عدد ميداليات كبير، ومن اللعب او الالعاب اللي لازم نركز فيها. يعني احنا يا جماعه لازم نعرف احنا كويسين في ايه، ونبتدي نشتغل ونركز ونصرف فلوس وندعم في الالعاب اللي احنا نقدر نجيب فيها ميداليات، زي ما كوبا كده عملوا. يعني كوبا دول لما تيجي تشوف مثلا، على فكره كوبا دول عددهم مش كبير قوي، عددهم كتعداد يعني التعداد بتاعهم السكاني مش كبير قوي. لكن تخيلوا النهارده شفت تويتر للاستاذ الكبير، طبعا الاستاذ الصحفي الكبير صديقي العزيز الاستاذ ياسر ايوب، بيقول ان كوبا تخيلوا جابوا في تاريخ الاولمبياد 237 ميداليه. تخيلوا بلد صغيره زي كوبا، كوبا مش كبيره، 11 مليون نسمه كوبا، يعني 10% من مصر، جايبين 237 ميداليه، واحنا جايبين في تاريخنا كله 35 ميداليه، صح يا شباب؟
35 صح؟ في تاريخنا كله، من اول لما الاولمبيات اتعملت. لما دخلت شفت الحقيقه التويته بتاعت، انا بحب طبعا الاستاذ ياسر ايوب جدا وبثق فيه جدا وبثق في معلوماته، وراجل الحقيقه تاريخ، راجل مؤرخ يعني، مش صحفي عادي يعني، ياسر ايوب، الاستاذ ياسر ايوب طبعا استاذنا كلنا. دخلت قريت بعد ما يعني لقيت ان الناس دي بتوع كوبا دول مثلا يعني عملوا ايه؟ عرفوا ان هم مميزين في اللعبه الفلانيه، مميزين مثلا في المصارعه، فابتدوا ان هم ومميزين مثلا في العاب القوه، فابتدوا ان هم يركزوا في الالعاب اللي هم مميزين فيها، وابتدوا ان هم يضخوا فلوس ويدعموا ويدربوا يطوروا المدربين بتوعهم ويطوروا اللعيبه الصغيره بتاعتهم ويوسعوا القاعده الشعبيه بتاعت الالعاب دي عشان يضمنوا ميداليات كل ما يخشوا الاولمبيك جيمز. ده اللي احنا لازم نعمله. لما دخلت بقى قريت اكتر لقيت ايه؟ كل شعب بطبيعته، وطبيعه الجو بتاعه والجينات بتاعته، الجينز بتاعته اللي هي الصفات الوراثيه، بيبقى مميز في حاجات معينه. يعني مثلا جامايكا مميزين في السرعات، فتلاقيهم عندهم ميداليات كتيره جدا في ال 100 متر وال 200 متر طبعا، يعني بالذات ال 100 متر رجال وسيدات، تلاقي ابطال العالم واصحاب الارقام القياسيه جامايكا. بولت طبعا ميداليات يعني عد زي ما انت عايز، ولسه البنت بتاعت جامايكا ضربت الرقم العالمي والرقم القياسي، وخدت برضو ذهب، والفضه والبرونز الاثنين من جامايكا في ال 100 متر. هم الجينز بتاعتهم والصفات الوراثيه بتاعتهم عندهم سرعات. على فكره السرعات دي، السرعه دي قدره وراثيه او موهبه وراثيه تنمى، يعني ممكن تنميها بنسبه 10% ان انت تشتغل بقى على الباور، على التكنيك بتاع الجري، على حاجات معينه. طبعا الناس اللي دارسين يعني رياضه او في الناس بتوع التربيه الرياضيه وتفهمين الكلام اللي انا بقوله لكم ده كويس، ان في حاجات صفات وراثيه ما تقدرش ان انت تكتسبها، ما تقدرش تكتسب السرعه، يعني موهبه السرعه ما تقدرش تكتسبها، دي حاجه بتتولد بيها، صفات وراثيه. فلازم احنا نعرف احنا جامدين في ايه، احنا جامدين في رايي في اكتر حاجات جامدين فيها الحاجات اللي فيها باور، احنا جامدين فيها جدا، رفع الاثقال، المصارعه، الحاجات اللي فيها باور احنا لازم وبقول طبعا الكلام ده صدقوني الطريقه الوحيده ان احنا نبقى داخلين، لازم نخطط ولازم نعرف احنا كويسين في ايه وايه الحاجات اللي احنا ملناش امل فيها. الحاجات اللي احنا ملناش امل فيها اشتغل عليها ممارسه بس، ما تضخش فيها فلوس كتير وتضيع وقت وفلوس فيها، لانك كده كده مش هتجيب ميداليه فيها. مش عايز اسمي العاب يعني، لان مش عايز ان انا همش حد يعني، لكن مهم جدا ان احنا نركز في الالعاب اللي نقدر نجيب فيها حاجه، مهم جدا ان احنا نركز في الالعاب اللي احنا نقدر نجيب ميداليات فيها، زي ما جامايكا عملوا، وزي ما كوبا عملوا، وزي ما دول كتيره جدا عملوا، زي ما بولندا عملت، وزي دخلت قريت وشفت الناس دي بتعمل ايه. لازم يبقى عندنا الفكر ده والبلان ده، لان المفروض يا جماعه معلش مع احترامي يعني، انا مش عايز ان انا احبط حد. المفروض ان احنا مصر بتاريخ مصر وامكانيات مصر، تتكلم بقى الامكانيات البشريه والمواهب، والمفروض ان احنا عندنا ناس بتفكر كويس وكل حاجه، مش المفروض ان احنا نجيب 3 ميداليات برونزيات بس في بطوله العاب اولمبيه. معلش يعني مش المفروض، المفروض ان احنا نجيب اكتر من كده. تعالوا نشوف التقرير ده. بعد 17 سنة من مشهد كرم جابر التاريخي مع مدربه احتفالا بالفوز بذهبية وزن 96 كيلو جرام في المصارعة الرومانية، كرر محمد إبراهيم الشهير بكيشو نفس المشهد بعد تتويج تاريخي بالميدالية البرونزية لوزن 67 كيلو جرام في نفس اللعبة بأولمبياد طوكيو 2020.
البرونزية هي الثالثة للمصريين في أولمبياد طوكيو بعد ميداليتين في التايكوندو، توج بيهم هدايا ملاك وسيف عيسى، وما زال المصريين بيحلموا برصيد أكبر من الميداليات في الأيام الأخيرة لنسخة 2020 للألعاب الأولمبية. بعد خسارة درامية في نصف النهائي، لعب كيشو تحت ضغوط كبيرة، لكنه كان بطل وأكبر من الضغوط، ونجح في التغلب على الروسي أرتيم سوركوف اللي لعب تحت علم اللجنة الأولمبية الروسية بسبب حرمان بلده من المصارعة المصرية، وأكد إنها ما تلخصتش في اسم الأسطورة كرم جابر فقط، اللي فاز بميدالية فضية بعد 8 سنين من ذهبيته الغالية، علشان يكون الاسم الوحيد اللي حقق لمصر ميداليات أولمبية في المصارعة على مدار 73 سنة كاملة قبل صعود كيشو على منصات التتويج، شال على صدره ميدالية برونزية. يعني موضوع التركيز على الألعاب اللي نقدر نجيب بيها ميداليات وإن احنا نهتم بيها، أنا في رأيي إن هو مهم جدا، ولازم يعني الدكتور أشرف صبحي طبعا راجل من الناس الأذكياء جدا، السيد الوزير طبعا وزير الشباب والرياضة، ومن الناس اللي دارسة. دكتور أشرف مش موضوع إن هو راجل يعني وصل للمكانة دي أي كلام، لا ده راجل دارس وراجل ذكي جدا، وأتمنى إن هو يكون سامعني إن لازم إن احنا الفترة اللي جاية ويبقى فيه تخطيط ويبقى فيه بلان، شورت تيرم بلان، حاجة قصيرة الأمد نقدر نشتغل عليها لباريس، ولونج تيرم بلان إن احنا في الثلاث أربع بطولات اللي جايين لازم يبقى عندنا بلان إن احنا نحضر أبطال ونصنع أبطال في الألعاب اللي احنا جيناتيكلي أو الصفات الوراثية بتاعتنا نقدر إن احنا نكسب فيها. يعني أنا شايف إن احنا مميزين جدا في السلاح، مميزين جدا في التايكوندو، مميزين جدا في رفع الأثقال، ومميزين جدا في المصارعة، مميزين جدا طبعا في الهاندبول، حاجات يعني الملاكمة لو اهتمينا بيها نقدر ان احنا نجيب بيها ميداليات، نقدر ان احنا نجيب ميداليات في الملاكمة لو اهتمينا كويس بالملاكمة، يعني واخدين فيها 3 ميداليات في أتينا، فعندنا لازم نهتم بالحاجات دي، واتمنى ان الساده المسؤولين يبقوا سامعيني ونبتدي نشتغل على الحاجات دي، وكلنا نقعد نفكر مع بعض ونستفيد من الناس اللي عندها خبرات عندنا والناس اللي دارسه، الناس اللي عندها دارسين في مصر ودارسين بره وعارفين يقدروا يعملوا لنا بلان كويس. النهارده الاهلي بيفوز على وادي دجله 2-1 في مباراه صعبه جدا زي ما توقعتها. ماتش مش سهل، انا توقعت وقلت لحضراتكم امبارح ان ماتش مش سهل، وفريق وادي دجله الشوط الاولاني تعبت الاهلي. يعني لغاية الدقيقة 35 وادي دجلة كانوا عاملين ماتش كويس جدا، هكلمكم على الماتش بالتفصيل أكتر مع هشام رشاد وأحمد فاروق بعد الفاصل، وهنتكلم تكتيكلي وهنتكلم في كلام مهم جدا. النهارده كان ماتش حلو جدا برضو 2-2، ماتش بيراميدز والإسماعيلي، الاتنين مدربين يعني عملوا ماتش كويس جدا، وكان في يعني حوار ما بين الاثنين مدربين، حوار التكتيكي هكلمكم عليه برضو بعد الفاصل مع هشام وفاروق. والنهارده زي ما توقعت ان الماتشين حلوين، لكن ماتش الاهلي ودجله، يعني دجله الاصابات المرعي وبسام لما خرجوا اثروا على الفريق بشكل كبير واثروا على التنظيم بتاعهم بشكل كبير، لكن كل التحيه للجهاز الفني بتاع دجله، عبد الباقي طبعا واحد من ابناء دجله اشتغل كويس ونظم الفرقه بشكل كويس، ولولا الاصابات اللي حصلت للفريق كان ممكن الفريق ان هو يخرج بنتيجه مختلفه، لكن الاهلي بيكسب ماتش مهم جدا جدا، وماتش من الماتشات الصعبه مش بسبب قوه المنافس بس، ولكن بسبب كمان الغيابات اللي موجوده. زي ما انتم عارفين القايمه النهارده خلت من بدر بنون اللي بنقول له الف سلامه، الكابتن سيد عبد الحفيظ اعلن ان هو عنده كورونا، ان شاء الله يرجع بالف سلامه، واحد من اللعيبه المهمين في الاهلي. الشناوي، موسيماني قرر ان هو يريحه، اكرم توفيق قرر ان هو يريحه، طاهر قرر ان هو يريحه، ناصر ماهر ما كانش موجود، يعني كان في غيابات كتيره، لكن الاهلي قدر ان هو ياخد الثلاث نقاط عشان يتساوى في النقاط ويخلص خلاص مؤجلاته ويخش بقى الماتشات اللي جايه كله على نظيف، يعني زي ما بيقولوا في السبرنت الاخير والامطار الاخيره للدوري.
عايزين عايزين نشوف الخطاب اللي تم ارساله للانديه وللاهلي والزمالك. خطاب في رايي مهم جدا وكان لازم الخطاب ده وكان لازم المراسلات دي وكان لازم القصه دي تتعمل من بدري. ايه هو الخطاب النهارده ده لانديه الدوري العام كلها، لكن انا بقول لكم ان هو موجه بشكل اكتر للاهلي والزمالك. من الاتحاد المصري الى انديه الدوري العام القسم الاول، السيد المدير التنفيذي تحيه طيبه وبعد الموضوع بشان التصدي لاي تصريحات من شانها اثاره الجماهير، يسرنا ان نهدي الساده رئيس واعضاء مجلس اداره ناديكم الموقر وسيادتكم ارق التحيات واطيب الامنيات، املين لكم كل التوفيق. ومن منطلق تعاونكم المثمر لانجاح مسابقه الدوري العام، برجاء التنبيه على الساده المسؤولين في النادي وتحديدا اعضاء الجهاز الفني والاداري لكل فريق بعدم الادلاء بتصريحات في وسائل الاعلام المقروءه والمسموعه والمرئيه تؤدي الى اثاره الجماهير، حرصا على نجاح المسابقه والالتزام بالسلوك الرياضي. نامل التعاون من جميع قيادات المنظومه الرياضيه والاعلاميه بعدم التصريحات المثيره للجماهير، علما بان الاتحاد سيتعامل بكل حزم في هذا الشان. شاكرين لسيادتكم تعاونكم الدائم، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام رئيس قطاع المسابقات الاستاذ المحاسب سيد بخيت. طيب الجواب ده جواب مش زي صيغته حاجه ومعناه حاجه. صيغته زي ما انا قلت لحضراتكم كده، ان انا يا جماعه اقولوا للناس اللي شغاله ما حدش يتكلم في كلام يثير الجماهير، لكن انا اقول لكم معنى الجواب ده ايه. الجواب ده معناه ان اي حد من الاهلي والزمالك هيعمل تصريحات ضد المنافس او تخص المنافس او ضد الحكام او تعقيب على اداء حكام او اي حاجه فيها فتنه، تاني وبقول فتنه لان احنا في وقت ممكن يحصل فتنه، على طول العقوبه هتبقى مغلظه. الجواب ده معناه ما تزعلوش مني، زي كده بالبلدي كده، ايه عارف لما تخش مع حد بتتكلم معاه وتقول له ما تزعلش مني، هو ده الجواب معناه كده. الفتره اللي فاتت مش عايز اخش في تفاصيلها، لكن كان في تصريحات عملت دوشه جامده جدا، وتصريحات من الاهلي والزمالك اضطر يرد عليها، والزمالك قال والاهلي رد عليها. الوقت ده بالنسبه للبلد كده من الاخر زي ما بقول لكم مش محتاجه الكلام ده. تعليمات، البلد مش محتاجه الكلام ده، بلد محتاجه الناس تلعب كوره وتستمتع بالكوره، والناس تلعب كوره بشرف وتلعب ب ب ب ب ب كل واحد يعمل الاداء بتاعه ويلعب بلعبته ويموت نفسه، واللي يكسب يكسب واللي يخسر يخسر. ده اتجاه الدوله عشان ابقى فاهمكم يعني ايه. اكيد طبعا انتوا فاهمين انا بتكلم ازاي. كوره النهارده بالنسبه للبلد لو هتجيب مشاكل وهتعمل مشاكل بين الناس، لا، اللي هيتسبب في المشاكل ده لازم ان هو يتعاقب، ولازم ان هو يعني يبقى فيه عقاب رادع ايا كان هو مين. وانتوا فاهمين كويس قوي ان الجواب ده طالع من اتحاد الكوره، لكن اتحاد الكوره مطلعه يعني لسبب معين. انا بقول لكم الجواب ده طالع تحضير. طبعا الناس اللي شغالين في الانديه الكبيره اذكياء جدا وعارفين كويس قوي الجواب ده معناه ايه. الجواب ده معناه عارف لما بتخش كده مع واحد في خناقه كده، مش خناقه يعني ارجمنت يعني او جدال، تخش كده في ايه في اول ايه عشان ما تزعلش، بس هي دي الجواب ده معناه كده عشان ما تزعلش. انا قلت لك بس هو ايه يعني ده بالادب. يعني كان مهم جدا ان انا اعرض لحضراتكم الخطاب ده، لان انتوا هتشوفوا بعد الجواب ده مهما كانت السخونيه الفتره اللي جايه هتلاقوا ان فيه هدوء في التصريحات، وهو ده اللي لازم يحصل يا جماعه. هو ده اللي لازم يحصل، لازم الدنيا تبقى كوره، ولو الناس متعوده على حاجات معينه من قبل كده لازم الكلام ده ينتهي. كوره، العب كوره. في نفس الوقت لان تصريحات المسؤولين دي بيترتب عليها حاجات كتيره جدا.
تقدرش النهارده تقول لولد صغير عنده 14 سنه التزم الـ الـ الادب وخليك مؤدب وما تغلطش في حد وبتاع، وهو شايف الناس المسؤولين بتقول كلام يجنن الناس. ما ينفعش، ما ينفعش. فلازم الهرم بيجي يعني من فوق. فالجواب ده ليه معاني كتيره جدا، وهيترتب عليه حاجات كتيره جدا في ردود افعال المسؤولين في الانديه. الجواب ده بعد كل الانديه على فكره، بس المقصود بيه الاهلي والزمالك. عارف ايه؟ شفت هنيدي لما قال في فيلم همام في امستردام، قال له روستخ 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 العب كوره، روستخ روستخ يا سي روستخ، قال له صح؟ العب كوره بس. كان فين الكلام ده من الاول؟ وليه كان لازم نوصل لك كويس؟ اتس نيفر تو ليت زي ما بيقولوا. اتس كويس ان الدنيا تمشي كده، نلعب كوره بس يا جماعه ونستمتع بالكوره. الكوره والله معموله للمتعه. واللي فاهمكم ان هي خناقه ماشي، المايند جيمز دي والحرب النفسيه دي موجوده بس بليمت. مش كده، مش كده. احنا شفنا لما في وقت من الاوقات لما استخدمنا الاساليب دي زياده عن اللزوم رحنا فين؟ رحنا في داهيه. لازم نتعلم من اخطائنا. يعني اكيد الناس فاهمه كويس جدا الابعاد، الابعاد بتاعت القصه اكيد الناس فاهمه كويس كويس قوي. عايز اكلمكم في موضوع مهم جدا، والنهارده يعني جه على دماغي ان انا لازم اتكلم فيه. يعني انا طلعت من اسبوع كده اتكلمت في نقطه. انتوا عارفين انا لما باجي اتكلم بتكلم دايما للصالح العام، وبتكلم دايما ان ازاي ندور على العداله، ازاي ندور على العداله. اتكلمت في نقطه قلت ان يا جماعه من عجائب الدنيا السبع ان الاهلي ما بيلعبش في اسماعيليه، وان لازم ان الانديه يبقى فيه عدل، ان انا مش شايف اي سبب ان الاهلي ما يلعبش في اسماعيليه. هل الكلام ده انا بقول ان الاهلي هو اللي طالب ان هو ما يلعبش في اسماعيليه، ولا انا عارف كويس قوي ان الامن قايل ان الاهلي مش هيلعب في اسماعيليه دلوقتي، فانا بقول ان بتكلم مع الناس بقول ان يا جماعه خلاص الوقت عدى وقت كتير جدا، حتى لو كان في مشاكل سابقه قبل كده حصلت لاخر مره الاهلي راح اسماعيليه، وانا فاهم كويس قوي ان في صعوبه في الدخول وصعوبه في الخروج، وده بيتطلب ارهاق امني كبير وبتاع. انا راجل عارف الابعاد كويس قوي، انا مش عبيط، مش عبيط، عارف كويس قوي. فانا راجل شغلتي، انا راجل اعلامي، راجل شغلتي ان انا بنور للناس حاجات ان المفروض ان هي تحصل عشان يبقى في عداله على الفرق كلها. انا بقول كده ليه؟ بقول كده ليه؟ بقول كده لان انا شايف ان في حاله تذمر موجوده ان الاهلي ما بيلعبش في اسماعيليه، وان الاسماعيلي كمان ما بيلعبش الاهلي في القاهره. الماتشين على الفرقتين. لازم النهارده عشان ندور على العدل، لازم النهارده نحاول نوفر العدل على قد ما نقدر، لا اذا امكن. انا بقول كلامي ده. هل النهارده الامن النهارده هيسمع كلام ميدو ويقول لا خلاص احنا لازم نسمع في اسماعيليه، لازم الاهلي يلعب في اسماعيليه؟ ولا النهارده الامن لما يسمع الكلام ده برضه هيدرس تاني يشوف اذا كان الموضوع ده ممكن، الموضوع ده ممكن ولا لا دلوقتي؟ لو قال لا خلاص. طيب طلع بعض يعني الاساتذه اللي انا طبعا بحبهم جدا، وناس يعني ناس علاقتي بيهم كويسه جدا، وخاصة الأستاذ عدلي القيعي في قناة النادي الأهلي، عقب على كلامي. وأنا ما عنديش مشكلة إن هو يعقب على كلامي، عادي يعقب على كلامي، مفيش مشكلة، رغم إن أنا خلي بالكم عمري في حياتي ما بعقب على كلام أي زميل إعلامي في أي برنامج هو قال إيه. مش شغلتي. ممكن أعقب عليه مثلاً على تويتر عندي في الحاجه الشخصيه بتاعتي، او على انستجرام، او الحاجات الشخصيه بتاعتي، لكن هنا في المنصه الاعلاميه اللي انا شغال فيها ما بقفش بالكرباج لاي زميل ليا هو قال ايه وابتدي احاسبه. لكن انا برضو ما عنديش مشكله. وتاني الاستاذ عدلي القيعي ده راجل يعني
عشره عمر وراجل اعرفه من سنين السنين وراجل بكن ليه كل الاحترام والتقدير وبحترم ان هو راجل اهلاوي وان هو راجل بيقاتل عشان ناديه وان هو راجل مخضرم وعمل حاجات كتيره جدا كويسه للنادي الاهلي في المناصب المختلفه اللي اشتغل فيها وهو عارف كده كويس جدا. لكن النهارده الاستاذ عدلي لما ياخد الكلمتين اللي انا بقولهم لا واللي انا قلتهم فيما يخص موضوع الاهلي والاسماعيلي وهو انا عارف ان هو اتفرج على الـ على الـ على الكلام اللي انا قلته كويس وهو عارف كويس قوي ان انا بقول الكلمتين دول بنيه سليمه بقولهم بنيه سليمه ان انا بحاول ان انا اوفر العدل ما بين الفرق كلها لان احنا ده اللي احنا عايزينه صح. واحنا عارفين كويس قوي ان الاهلي ماتش الاسماعيلي في اسماعيليه صعب لكن الاهلي ياما راح لعب في اسماعيليه وكسب مش ازمه يعني مش قصه يعني صح. لكن انا بقول على الفرقتين ان العلاقه طيبه ما بين الناديين وان مفيش اي مشكله ان الاهلي يلعب في اسماعيليه والاسماعيلي لازم يلعب الاهلي في القاهره ونرجع لحالتنا الطبيعيه. فيقوم الاستاذ عدلي واخد كلامي ومدخله في حته ان ميدو بيحرض وميدو كذا وميدو الابعاد الامنيه وكذا وكانه عايز يصدر لي مشكله او يدخلني في حتت غامقه بيهتني. يعني على فكره انا ممكن اتبع نفس الاسلوب وبعرف اعمل الكلام ده كويس قوي مدرستي يعني اصلا اقدر اعمله يعني وذكي جدا فيه لو حضرتك تعرف اقدر ادخل الناس في حتت غامقه لكن مش دي العلاقه اللي ما بيننا ابدا. احنا دايما لازم نتعامل مع بعض وحضرتك طبعا اكبر مني سنا وراجل على دماغي من فوق وانت عارف انا بحترمك قد ايه وبحترم عملك قد ايه ما ينفعش ان احنا نحاول ان احنا ندخل بعض في المناطق دي لان الساده المسؤولين اول حاجه عارفين كويس قوي مين ميدو وعارفين ميدو لما بيتكلم من انهي دوافع. والحاجه الثانيه ان انا اعرف اتعامل بالاسلوب ده كويس قوي يعني اعرف لما اتخانق مع حد او احب ادخل حد في حته غامقه ان انا ادخله في حته غامقه لكن مش عايز اعمل كده مش المفروض نعمل كده مع بعض. احنا في الاخر يعني رغم فارق السن ما بيننا وتاني انت عارف ان انا راجل بحترمك قد ايه احنا ما ينفعش ان احنا نحاول ندخل بعض في مناطق اللي هي ما ينفعش وانا احنا الاتنين شغالين دلوقتي يعتبر في مجال واحد وكلنا يعني شغالين ما ينفعش ان انا احاول ان انا تاني حضرتك فاهم كويس قوي الكلام اللي انا بقوله ان انا ادخلك في حته اصدرك في مشكله مع في حته معينه ما ينفعش. احنا ممكن ان احنا نعاتب بعض ممكن تطلع تقول ان انا بعتب على ميدو ان هو بيقول الكلام ده الاهلي ياما راح اسماعيليه وكسب وتجيب بالارقام ان الاهلي راح كذا ماتش في اسماعيليه وكسب وكذا والاهلي ما بيخافش من حد وبتاع ساعتها احنا بنتكلم كوره انما ان ميدو والابعاد الامنيه وان هو راجل بيحرض هندخل بعض في حتت غامقه ما ينفعش بكل هدوء يعني يعني قصة ما تمشيش كده أبدا بالذات لما يكون ناس بتحترم بعض وناس يعني بيقدروا بعض على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني وعلى كل المستويات. في الآخر طبعا أنا بقول الكلمتين دول لأن كان لازم أقولهم لأن طبعا أكيد أن حضرتك عارف أن أنا ما بخافش من حاجة مش الكلام ده اللي انت حضرتك بتقوله لي ان انا راجل هخاف ومش هتكلم في قصه تانية وبتاع مش ميدو اللي بيتعامل معاه كده مش ميدو اللي بيتعامل معاه الكلام ده. كنت اتمنى ان انا ما اتكلمش الكلام ده في البرنامج بتاعي لكن انا قلت الكلام ده لان انا شفت الفيديو وبقول لك بصراحه زعلت ليه. ميدو راجل ما فيش حاجه راجل لما بيكون حاجه موجوده ايجابيه للنادي الاهلي بقول النادي الاهلي نادي احسن نادي بيعمل كذا والناس لازم كلنا نتعلم من حاجات معينه هم بيعملوها والناس لازم نحترمهم ولازم كذا ماشي في السكه اللي هي فير اللي هي حق الاهلي
ولكل الانديه. لما بيجي الزمالك النهارده في حاجات بتتعمل بيتي وناديه، حاجه بتتعمل صح غلط بقول فير. فاتمنى ان احنا ناخد يعني طبعا، وانت سيدي العارفين انت راجل عندك خبره كبيره جدا، ان احنا ناخد بالنا من الكلام اللي طالع من بقنا رايح فين والمين، رايح فين والمين. ده فيما يخص الموضوع ده. تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل معايا هشام وفاروق هنتكلم بالتفصيل، وهنتكلم تاكتكس واخبار مهمه جدا عن مباراتين النهارده المهمين في الدوري المصري، بيراميدز والاسماعيلي والاهلي وادي دجله. اهلا بحضراتكم مره تانية في اوضه اللبس، وبيسعدني ان انا اكون مش ضيوفي بقى هم اصحاب بيت صديقي العزيز احمد فاروق. احمد مساء الخير. مساء الفل عالمي. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ كله تمام زي الفل. هشام مساء الفل. ميدو رجعت من السهل؟ وحشتي. اللون باين اهو. خلاص لو يفضل كده 3 شهور كمان. انا ابيض. ويبتدي بقى ان هو يلبس حاجات فاتحه عشان اللون يبان. شغل حمصان. شغل قديم ده. يعني طبعا هشام النهارده نتكلم على الماتش الاول، ماتش بيراميدز والاسماعيلي. وانا اتكلمت امبارح، ما اعرفش انت سمعته ولا لا، ان هو هيبقى ماتش حلو يعني. هيبقى ماتش فرق اتنين مدربين كويسين، اتنين مدربين مركزين جدا ومفوقين، والنتيجه 2-2، والتاني ماتش البيراميدز يخش فيه جول ضربه جزاء اخر دقيقه. هي انت زي ما قلت امبارح حميدو، هم الاتنين مدربين فكرهم قريب لبعض، الاتنين عندهم عايزين يمتلكوا الكرة، التمرير يطلعوا بالكرة من تحت وتتسلسل بين الخطوط بشكل كويس. ودلوقتي نقدر نقول الاسماعيلي بقى ليه هوية، ودي ميزة كابتن إيهاب جلال عملها. في طبعا كان في الشوط الأول في الاسماعيلي متأثر بالغياب، لأن آخر مباراة لعبها 5 يوليو لما لعب مع الاتحاد. بيراميدز لعب عدد من المباريات المؤجلة فرجليه في الملعب، دي فرقت في الاول جامد جدا. بيراميدز كان عايز المباراه، كان مركز، كان باين ان هو طبعا النتائج كلها بتاع بيراميدز دي لا تعبر عن مفروض فرقه بيراميدز نتائجها تبقى عامله ازاي. انت بتتكلم يا ميدو، بيراميدز محقق الانتصار بس في 9 مباريات، داخل فيه 33 جون او 34 جون. ففرقه زي بيراميدز ما بيعرفوش يحافظوا على المكسب. يعني انا مستغرب ان فرقه زي بيراميدز عشان بالخبرات الكبيره اللي موجوده في الملعب، خبرات كبيره يعني، سيبك موضوع مدرب يعني، بتغيير حتى المدربين، انت بتتكلم في الملعب في شريف اكرامي، في علي جبر، في احمد فتحي، في عمر جابر، في احمد فتحي، في دونجا، في عبد الله السعيد، انت النهارده جون انتوي، في ايريك تراوري، انت بتتكلم في لعيبه كلها بقى لها اكتر من 10 سنين بتلعب في الدوري. النهارده ان انت ما تعرفش تحافظ على المكسب، وان انت في اخر 5 دقائق بعد الطرد كمان اميد اقول لك حاجه، يعني قول الشوط الاولاني بيراميدز افضل، الشوط الاول بيراميدز افضل. وبقول لك حته الغياب عن المباراه دي كانت مديه افضليه لبيراميدز. الشوط الثاني مفروض وانت ماسك الجيم علي جبر غلط اللي هو هدف التعادل. يعني الجون الاولاني خلاص احنا كلنا عارفين محمد فاروق جابه، ودي برضو حاجه كويسه ان هو رجع تاني بعد لما كان بيقول لك ان محمد فاروق موقوف لغايه نهايه السنه، وكان باين ان التاكيد جونياس بيلعب على حاجه، وجات الكاميرا اكتر من مره ان هو بيقول لهم اول لما الكره بتتمسك لازم تتعلق في ثانيه في ظهر الديفنس، وهو الجول جه كده. وكانت في ساعه الووتر بريك كان بيقول لهم انت لما الكره تجيلك تاخد خطوتين لتحت وتتلعب لك في ظهر. هو دايما طريقه لعب تاكس لو فاكر هشام حتى في دجله، ان هو بيطلب من الراس حربة ان هو يسقط لتحت ايا كان هو بيلعب مين، وان الوينجرز دايما هو عايز وينجر سرعة. صح، عشان كده تاكس تراولي والنهارده فاروق، وكان محمود وادي ده كان بالنسبه له بيلعب بيه، لكن هو بيفيد الفرقه اكتر ما محمود وادي ظهر. احط خط تحت الكلمه اللي قالها ميدو دي، ايا كان بيلعب مين. دي مش دي كارثه ميدو. ما ينفعش مدير فني يلعب كل الناس بمختلف اشكالهم، بمختلف تركيبتهم، بمختلف طرقهم الفنيه بطريقه واحده، ودي مشكله عند تاكس، مشكله عنده من ايام ما كان بيلعب، من ايام ما كان ماسك وادي دجله، انه مدرب بطريقه واحده، بفلسفه واحده، بشكل واحد، ما بيعرفش يتدارك اخطائه، ما بيعرفش حتى اثناء الماتش يحافظ على نتيجته. يعني في دجله اوقات كتيره جدا، وده اللي كان دايما حاطه في وضع صعب، كان يعمل شوط اول عالمي، كان يتقدم بهدف ويتقدم بهدفين. مفترض في اللحظه دي كمدير فني يكون عندك من المرونه، خطه بديله دفاعيه التكتيكيه، ان انت تعرف تحافظ على النتيجه. هو انت عايز اقول لك حاجه يا فاروق، الكلام طبعا اللي انت بتقوله صح،
مثلا عايز اقول لك حاجه، البرازيل بجلاله قدرها صح، كانت بتضغط عليك عالي في ماتش مصر، بتضغط عليك عالي وبتلعب كوره كذا، اول ما جاب الجون عمل ايه؟ خلاص راح راضي طبعا وبيلعبك على الكاونتر اتاك. طبعا كل الفرق الكبيره لما بتجيب جول بتلعب جيم مختلف. تيتي مدرب البرازيل، مدرب المنتخب الاول بقى، انت اتكلمت عن المنتخب الاولمبي، شوف ارجع خمس سنين من اول ما مسك البرازيل، عد كميه الواحد صفر اللي كسبها البرازيل اللي هم بقى ملوك الكوره. على فكره عايز اقول لك حاجه، انت وانت لما بتجيب جون وبترد انت ما بتدافعش، انت بتلعب جيم مختلف، بتلعب على الكاونتر اتاك، ده انت بتهاجم برضه، بتهاجم طبعا، بس انت عارف ان الناس اللي قدامك مغلوبين دلوقتي تحت الضغط، الباكين بتوعهم هيزيدوا، في هيبقى في زياده، وبتلعب بتدرب هو اللي هيكون تحت ضغط مش انت. هي تاكس مدرب كبير، لكن هو انا بتفق معاك ان هو حتى هو الحته دي لازم يعدلها طبعا، ان هو دي لازم مشكلته كبيره، دي مشكلته الكبيره اللي ضيعت حياته. يعني حتى الشوط الثاني ماشي، انت جيت طلعت رحت منزل عمر جابر باك ليفت ليه؟ انت عندك طارق طه بره، يعني فاهم قصدي؟ هو ضربه الجزاء جت منين؟ كره عملت بند ضربت في ايده عمر جابر ضربه جزاء. فانا بالنسبه لي لما باخد لعيب احطه في مركز مش مركزه، انا خلاص بخلي مسؤوليته عن يعني ما تيجي تقول مثلا باك رايت طلع يلعب مهاجم وضيع كره ما تلوموش، انا عندي بره باك ليفت. فانت خلاص بعد النتيجه وهي 2-1، طب ما الطبيعي ان انا انزل. بس اقول لك بصراحه طارق طه مش فت يعني، بس انا هلعب جيم طول الجيم يا مين، انا قصدي فاضل 10 دقايق ولا بتاع، نزله على الاقل عدلته. عارف بغطي ازاي؟ ده كره ما فيش حد ضغط على عمر جابر، عمل بندر على الضربه فيه ضربه جزاء، مجهود الفرقه راح. انا لا الوم عمر جابر، انا بكلمك ان المنطق بيقول ان انا عندي باك ليفت خلاص ما تحطوش بره. بس في نفس الوقت ان انت الطرد اللي حصل لحسين السيد ده خلاص بيراميدز تسيد المباراه. يعني انت فعلا لا تلوم عمر جابر، يعني انت انا شايف ان عمر يعني ابني يعني هو بحبه جدا طبعا، لكن انت مش شايف ان لعيب بخبرات عمر دلوقتي لازم ان انا في ال 18 اخد بالي ان انا في وقت معين ما اعملش كونتاكت في الحته دي، لازم ان انا في التوقيت ان انا معاك طبعا. بس انا بقول لك حته البند دي مع ممكن تبقى الملعب بندي، انا مش قصدي، بس ممكن تشريحه الجسم الواحد ايمن بيلعب هنا غير لو انا ما اخدش اي ريسك عشان ده انا اخر دقيقه سي اوف ذا جيم، يعني الانجليزي يقول لك سي اوف ذا جيم، انت خلاص خلص هي الكوره ضربت لم ورقك وامشي. ما هي دي النقطه اللي انت كنت الماتش اللي فات برضه نفس الكلام، بينالتي برضه، دي نقطه الخبرات اللي انت كنت بتتكلم فيها ميدو. في مشكله كبيره جدا ان كتير جدا من اخطاء بيراميدز حتى في الكونفدراليه من اللاعبين اللي عندهم خبرات، ودي مش دي غريبه جدا غريبه، يعني اكتر لاعبين ارتكبوا اخطاء مؤثره مع بيراميدز في الموسم الحالي سواء محليا او في الكونفدراليه، هتلاقي شريف اكرامي، هتلاقي احمد فتحي، عمر ده علي جبر في الجون، علي جبر فدي علي جبر كمان، علي جبر كمان في ماتش اللي عمل فيه اللي هي الكره اللي وقع فيها اللي وقع فيها. يعني انت شايف، طب انت شايف ان بيراميدز بالنتائج دي يعني طبعا في تطور في الاداء، يعني تطور في الاداء، وابتدت الفرقه اول لما تشوفها تشوف ان دي فرقه تاكس، ان هم بيبداوا هجمه من تحت، بيستغلوا شريف اكرامي كويس جدا، وحظ تاكس حلو كمان ان شريف اكرامي بيلعب برجليه كويس. يعني هم في جونين بيلعبوا برجليهم كويس، شريف اكرامي ووسا، هم تقريبا اكبر جونين في الدوري تقريبا، وهم الاثنين بيلعبوا برجليهم يعني. هم لا هم الاثنين لعيب الكوره يعني. على فكره شريف واحنا صغيرين كان بيلعب معانا خماسي لعيب، ولعيب جامد جدا كويس. يعني لعيب كويس قوي يعني يعني هو لعيب احسن من جون. والله مش بهزر. لا هو حتى مش سهلة. لا بهزر طبعا، شريف جول كبير. لا بس ال- 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 هو لعيب كويس قوي فعلا، المشكله في بيلعبوا من تحت، لكن اللي قدامه انت شايف مرهقين، مش هيتعلموهم بالسهل. انت شايف ان بيراميدز هيقدروا يقفلوا في المربع؟ والله بص يا ميدو، فكره يقدروا يعني، فكره ان احنا بنطرح السؤال ده في الجوله 28 دي كارثه، دي كارثه بكل معنى. طب الجدول فين؟ ان جيبوا لي الجدول، ان الجدول فين؟ ما هتشتغل شويه يا عم يحيى. هو بيراميدز دلوقتي معاه 42، بيراميدز 42، مصري 43، وراهم الاتحاد 41، وراهم سموح 40. ان احنا نسال في الحته دي، ان احنا نسال السؤال ده في الاخر ممكن تطلع الجيش ولا يلعبكم في الدوري هيلعب. ان احنا نسال السؤال ده في الجوله 28 دي كارثه يا ميدو، معلش مع احترامي كل ما يحدث في بيراميدز، ان فرقه بالامكانيات دي اتصرف عليها الصرف ده، جابت لعيبه بالتقل ده، انت بتاخد اهم نجم في الاهلي، انت بيراميدز بتاخد اهم لعيب في الاهلي بيبقى لعيب عندك، امتى كان بيحصل ده في تاريخ الكره في مصر؟ علشان في الجوله 28 قبل 6 ماتشات من نهايه الدوري انت موقفك في خطر وممكن تنهي سادس، انت النهارده فرق 2 بوينت عن الاتحاد و2 بوينت عن سموحه،
يعني ممكن تبقى سادس، ممكن تنهي الدوري سادس، ده وارد جدا. دي كارثه، ولو انهيته رابع دي كارثه. لا فيها في لغز، في حاجه غريبه في بيراميدز. لا وبعدين انا عايز اقول لك حاجه، ينفع ان بيراميدز يخش فيه 33 جول مثلا؟ عادي جدا. ده رقم برضه بالخبرات الجول كيب عنده، يعني خبرات الدفاع. طب الاسماعيلي، خلينا برضو لازم ندي الاسماعيلي حقه، لان انا بقول ان اللي عمله هشام ايهاب جلال في اسماعيليه او في الاسماعيلي معجزه. طبعا اللي عمله ايهاب جلال في الاسماعيلي دلوقتي، خلينا نقول خلاص الاسماعيلي مش هيبقى في مربع ولا هينزل طبعا ان شاء الله في حته كويسه. انا الاسماعيلي ممكن يقفل تاني النهارده 36 نقطه، اه يعني ممكن يقفل في الحته، ممكن يعمل مفاجاه لان هو 36، احنا بنتكلم ان السادس 40، يعني قول يعني لو شاد. اقول لك بقى مفاجاه، ده كسبان 9 زي بيراميدز. طب عايز اقول لك حاجه، دلوقتي ايهاب جلال حط اداره الاسماعيلي في موقف كويس وموقف لا تحسد عليه. ان انت النهارده، هو النهارده قال لهم اهو انا مدرب باقل الامكانيات وعملت معجزه ان انا عملت كذا، فما بالكم بقى لو جبتوا لي لعيبه. هو دلوقتي كابتن ايهاب، يعني انا الصبح في الاذاعه كان معايا تامر النحاس ضيفي، وهو طبعا وكيل كابتن ايهاب، وقال لي يعني بصراحه ان كابتن ايهاب كلامه مع الاداره لو ما جبتوليش لعيبه وعملتوا لي بادجت انا همشي، مش هستحمل الكلام ده تاني. حقه طبعا. طبعا حقه جدا. فقول لي دلوقتي اداره الاسماعيلي هتعمل ايه؟ تعال نقول ان الاسماعيلي دلوقتي عنده فرقه تحقق لايهاب جلال اللي هو عايزه بنسبه 60%. يعني عنده قوام تعرف لو جبت مثلا 5-6 لعيبه جامدين على اللي موجودين، يعني عمر ما بيراميدز الاسماعيلي اسف هيصرف الصرف اللي صرفه السنه اللي فاتت. عندك 5-6 لعيبه جيبهم لكابتن ايهاب جلال على اللي موجود. يعني انت دلوقتي خلاص باهر محمدي رجع، عندك مروان الصحراوي، عندك حسين السيد، عندك عبد الله جمعه وات باك رايت كويس جدا، عندك دونجا في نص فخر الدين بن يوسف، فخر الدين بن يوسف، شكري نجيب، شكري زاد قوي، شلونجو نفسه اتحسن مع كابتن ايهاب جلال طبعا، مجبولي طبعا، عندك محمد صادق. فكل القوام ده محتاج اربع لعيبه، اربع خمس لعيبه محتاجين. في رايي يعني جول كيبر جامد. برافو عليك. صح ولا لا؟ طبعا لازم جول كيبر. طبعًا. هم احترامي الكبير يعني محتاجين جول كيبر من الجول كيبرز التقال، يعني محتاجين الجول كيبر زي المهدي سليمان، زي عامر عامر. الموسم اللي فات كانوا بيخلصوا في عامر، او تقريبا كان خلص مهدي سليمان. في حاجات غريبه برضو حصلت في جامد. محتاجين جول كيبر جامد، ومحتاجين سنتر باك جامد، ومحتاجين راس حربه جامد، يعني محتاجين اربعه لعيبه. وعايزين بلاي ميكر من العمق كويس. شكري كويس على فكره، يعني بس هو قدام مفيد، بس يعني شكري شكري بيزيد شويه قدام. ماشي، شكري من 10 كويس، يعني بيعرف يلعب 10 حر. بيلعب من 10 كويس. هو كارتيرون اصلا كان عاجبه جدا شكري نجيب. كمل. لا هو كلاعب هو صغير بس كان شويه. طب عايز اوريكم يعني الفكره بتاعت النهارده بتاعت تاكس بشكل كبير موجوده معانا يا شباب. يعني عايز اكلمكم الاول. طبعا دي الفكره اللي انا بقول لكم عليها، اللي دايما تاكس بيشتغل عليها. شايفين ده وادي، تعالوا لي يا جماعه اذنكم. ده وادي، شايف دايما لما الكره ناحيه الكره هشام هتلاقيه ان هو بينزل لتحت، وتلاقي ان الاثنين وينجرز اللي بيلعبوا وراه على طول مستعدين ان هم ايه يجروا، ان هم يجروا في ظهر في ظهر في ظهر الديفنس. نمشي يا جماعه. ماشي، يعني هو شغال الاسلوب بتاع الفرقه اكتر من ان هو يبقى يعني النهارده هو اشتغل الاحساس. بس الاسماعيلي عنده مشكله كبيره جدا يا جماعه، ان مفيش حد بيضغط على الكوره كويس. انت النهارده بتلعب خط دفنس متقدم، ومفيش، ودي حاجه برده من الحاجات اللي اكيد كابتن ايهاب هياخد باله منها. اكيد بتلعب قدام فرقه برده محمد حسن فرق معاه. الصوره اللي بعديها فين يا جماعه، ولا ايه النظام؟ يعني ده طبعا الشيب الدفاعي بتاع بيراميدز بالاربعه 3-3 بدونجا كارتكاز. هو طبعا كان ذكي جدا في ان هو فاروق بيقفل عمق الملعب، ودي طريقه تاكس انا عارفها، ويجبر الفرقه اللي بتلعب قدامه ان هي تلعب للفول باكس. واول لما الكره تروح لظهير الجنب يبتدي ان هو التريجر بتاعه ان هو يبتدي يضغط، ويبتدي يعمل مثلثات ان هو يضغط في الحته دي في الجنب. نمشي بالصور، ده اللي انا بقول لكم عليه. اول لما الكره تروح للباك رايت هي دي بالنسبه له، يعني ده بيقول لك عليه اسمه بص حمدي مثلا، حمدي بيضغط على على طول. هم ده بيقولوا عليها ايه؟ بيقولوا عليها البريسنج تريجر. بريسنج تريجر يعني ده كل مدرب عنده حاجه اسمها بريسنج تريجر، اللي هي اللحظه اللي انت تروح تضرب فيها. توماس توخل خلي بالك، توماس توخل بيعملها في تشيلسي.
وكلوب كلوب وكلوب في ليفربول بيقفل العمق كويس جدا زوايا التمرير واول ويجبر الناس انها تروح تلعب على جنب على جنب وكونتي وكل المدربين الكبار ليه ليه بقى عشان برضو المدربين الشباب اللي بيتفرجوا علينا ليه البريسنج تريجر او افضل لحظه للضغط لما الكره تروح على جنب قدام عينك لا قدام عينك ملهاش مخرج ماشي قول لي ما نشوف ما نشوف انسب عشان الـ 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 المساحه اللي بتبقى بينه وبين لا لا لان في علم الضغط وفي علم الكوره الخط التماس يعتبر خصم هيدا. ايوه صح لا يعني ده معاك الكره لما بتروح على جنب أيوة خط حالة. التماس صح. يعتبر خصم صح. فانسب وقت ان انت تروح تضغط ان الكره لما تروح على جنب كان في لعيب اكن في واحد في ظهرك كان لعيب صح اكن في واحد في ظهرك انما في لعيب ضاغط عليه على الجنب بالظبط فعشان كده بيستنى وبيعملها كويس جدا تاكس ودي مدرسه من مدارس الضغط الضغط مدارس في ليه كذا قصه نمشي بالصوره يا جماعه طبعا لما بيبقاش معاهم الكره بتتقلب 4-5-1 الاثنين وينجرز بيدافعوا كويس جدا ووادي كان بيضرب وانا في رايي واحده من الحاجات اللي دخلت الاسماعيلي الماتش وخلت الاسماعيلي ان هو يتقدم ويظهر بشكل افضل من اللي هو كان كابتن ايهاب ممكن متوقعه التراجع زياده عن اللزوم بالكومباكت هشام منه كان لازم البلوك ده اللي عامله تاكس ده يبقى فوق 15-20 يارده صح انت النهارده الاسماعيلي لو سبت ايهاب جلال يلعب الكره اللي هو عايز يلعبها هيلعبها انما لما لو تفتكر كل الماتشات اللي كان ايهاب جلال ممكن يواجه مشاكل فيها هي الماتشات اللي بتضغط عليه فيها بدون قطع كلامك الاسماعيلي بيطلع بالكوره من تحت احسن من بيراميدز من رغم فرق الكواليتي يعني باهر ومروان الصحراوي عندهم الهدوء والخطا قليل عن لما بيراميدز بيطلع بالكوره يعني طبعا ده فيما يخص كلامنا عن مباراه البيراميدز والاسماعيلي والتعادل 2-2 ونتيجه مهمه جدا للفرقتين لكن كان ماتش حلو ماتش من الماتشات في الدوري الحلوه جدا تعالوا نروح فاصل وبعد الفاصل هنرجع نتكلم بالتفصيل عن مباراه الاهلي ووادي دجله اهلا بحضراتكم مره تانية في اوضه اللبس وكلامنا مازال مستمر عن الدوري المصري والماتش مهم جدا النهارده الاهلي بيفوز على وادي دجله 2-1 بهدفين كهربا في الدقيقه 46 ومحمد شريف في الدقيقه 60 واحمد شريف بيحرز هدف وادي دجله الوحيد في الدقيقه 67 عشان يتساوى الاهلي مع الزمالك في عدد النقاط بعد الانتهاء من مبارياته المؤجله ودجله بيصارع على الهبوط عنده مشكله كبيره جدا والحقيقه وانا بتفرج على دجله خاصه النهارده الشوط الاولاني جيد لدجله صعبان عليا ان فرقه بالكواليتي دي ولاعيبه كويسه جدا ان هم ينزلوا درجه تانية يعني فرقه الحقيقه فرقه كويسه جدا عندهم شويه مشاكل في الديفنس لو كان الفرقه يعني في الديفنس اتبنت بشكل احسن كانوا هيبقوا في مكانه تانية خالص في الدوري كانوا في مكان مختلف فمنافسه كبيره جدا على الهبوط لكن ماتش مهم جدا للاهلي يا فاروق النهارده الشوط الاول يعني لغايه الدقيقه 35 يعني دجله مسيطرين على كل حاجه والاهلي كان في مشكله كبيره جدا وكان واضح ان في ارهاق كبير جدا على لعيبه الاهلي ثم بعد كده الريتم اتغير والماتش اصبح مختلف تماما انا صعبان عليا دجله وصعبان عليا عبد الباقي كابتن عبد الباقي كمان مدرب فعلا كبير اشتغل كويس جدا حتى انا كنت متابعه قبل الفريق الاول كان شغال مع فرقه 23 فرقه السكند تيم اللي هم اصغر من 23 هو دايما موجود في الجهاز في الفريق دايما طبعا كان موجود في الجهاز لكن حتى اقصد لما خد فرصته كمدير فني مع فرق شباب او مع الفريق الاول دايما عنده حاجه يعني في مدربين بياخدوا وقت هو على طول عنده حاجه صحيح عبد الباقي واحد من المدربين كويسين جدا ده حقيقي لكن اتعلم كويس جدا من المدربين الاجانب والمدربين المصريين اشتغل معاهم لكن حظه اشتغل في وقت صعب جدا مع الفريق يعني وقت صعب جدا جدا انك بتمسك فرقه بتصارع الهبوط بجد يعني في اوقات كتيره دجله كان بيصارع الهبوط لكن كان عنده رفاهيه الوقت وكان عنده ان هو يكسب ماتش ماتشين يبقى في مكان كويس المره دي لا الفرقه فعلا في وضع صعب جدا بس انا عايز اقول لك حاجه النهارده انا يعني تقديري او قرايتي اللي بيحصل ان في احمال غلط مليون في المية الفرقه في الشوط الاول لا لا اصابتين في اصابتين انا بتفرج بسام اماميه في احمال يعني في احمال في ممكن يكون في قرص ودي خبره مدرب ان انت غياب يا ميدو
ممكن مع ايه؟ انا وانا بتفرج كنت بتفرج مع حد قلت له لو دجله كمل بالطريقه دي لو ما حدش اتصاب هيجوا في الدقيقه 60 هتلاقي لعبه واحد. طب انت رايك ايه نقطه التحول اللي حصلت؟ هل الاصابات اللي حصلت لدجله مرعي وبسام اتنين لعيبه مهمين جدا هم اللي اثروا على الفريق ولا الووتر بريك اللي خدها الاهلي في الدقيقه 30 موسيماني يعني كان متضايق جدا من منظر الفريق؟ انا اعتقد ان موسيماني اشتغل كويس جدا ومش هنقول بين الشوطين لان مفيش اي طريقه لعب في العالم هتخليك تجيب جول في ثواني او في لا خلي بالك الاستفاقه حصلت من الدقيقه 30 32 اوكي في الشوط الاول لكن اقصد حتى الشوط الثاني اللي هو الجول اللي جه اللي هو قلب المباراه ما نقدرش نقول ممكن يكون في تعليمات من موسيماني لكن مهما كان يعني مش 15 ثانيه مش حتى لكن هو موسيماني شاطر في دي يعني موسيماني شاطر جدا في فكره انه بيعرف يطلع حاجه من الفرقه وهم في وضع صعب دايما الاهلي في ماتشات كتيره جدا كان بيبقى شكله مش حلو كان بيبقى عنده مشاكل فنيه كان عنده مشاكل خصوصا على الاجنحه كان دايما بيبقى دايما في مشكله كبيره جدا في الوينجين بتوع الاهلي وبيعرف موسيماني يطلع حلول اعتقد انا يحسب له ده ان الفتره اللي فاتت دي ميدو اصعب فتره للاهلي انا شايف ان مرور الاهلي من الاربع جولات الاخيره دي اهم عامل ممكن يخليه يكسب الدوري ماتشات دجله ماتشات زي ماتشات اسوان ماتشات الانتاج الحربي الماتشات دي دلوقتي اصعب من ماتشات الجيش واصعب من بيراميدز واصعب من المصري واصعب من الاتحاد لان دي فرق خلاص يعني ما عندهاش خيارات كل الماتشات صعبه والله يا فاروق كل الماتشات بس يعني طبعا فرقه في اخر ست سبع جولات يا ميدو لما تلعب فرقه بتصارع الهبوط ده بيبقى ماتش حتى بره يعني حتى بره تشوف بريمير ليج ولا في ايطاليا ولا الفرقه اللي بتصارع الهبوط خلاص لان اللعيبه يعني ما عندهاش شيء تبكي عليه والمدربين ما عندهمش شيء يبكوا عليه فانا شايف ان الاهلي مر من فتره بما فيها ماتش دجله النهارده مر بسلام من فتره صعبه جدا وان هو يرجع يركب الدوري حتى لو بفارق المواجهات المباشره او بفارق الاهداف في الوقت ده دي عامل ايجابي بس انت عارف اقول لك حاجه نفسيا حتى مش بس فنيا عارف النقطه برضو الفارقه اللي يعني الهدف اللي جه مبكر بس محمد هلال كان عامل شوط اول كويس جدا نص الملعب دي حقيقه حته ان انا انزل عاطف جنب صلاح امين فرغت نص الملعب بتاع دجله هنتكلم بالتفصيل اكتر تعالوا نطلع فاصل وبعد الفاصل هنرجع نكلمكم تاكتكس على البورد هنا عن ايه اللي حصل في ماتش الاهلي وادي دجله اهلا بحضراتكم مره تانية في اوضه اللبس وبالكلام عن وادي دجله النهارده عبد الباقي كان ذكي جدا في ان هو والناس ممكن وهي بتتفرج على الماتش مش قادره ان هي تشوف الكلام ده لكن النهارده وادي دجله كان بيلعب بثلاثه ورا كان بيلعب بحاجه اسمها بوكس فور عارف البوكس فور اللي هي بتاعت ويلز اللي اشتهروا بيها ويا ريت نجيب الكاميرا على البورد عشان نفهم برضو الناس اللي بتتفرج ايه قصه البوكس فور دي البوكس فور دي المعنى بيها هو المربع ده بوكس فور هو النهارده كان بيدخل يكوبو لجوه وكان بسام بيلعب في الحته دي كوينج باك وكان بيلعب الناحيه الثانيه حسام عرفات لكن اللي خلى الناس تفتكر فاروق ان دجله بيلعب اربعه ان الطريقه دي وانت معاك الكوره السنتر باك اللي واحد من السنتر باكات اللي هنا بيرحل وبيبقى باك ليفت وده بيزق على قدام لكن انت لو شفت كل الشيب ووادي دجله معهمش الكوره كان هو ده الشكل بتاعه وكانوا برضو اذكياء جدا في ان هم كانوا قافلين على علي معلول ان اول لما علي معلول بياخد الكره من هنا بيروح بسام رايح مقابله وبيرحله بالشكل ده بتقلب اربعه زي الطريقه اللي كنا بنلعب بيها في وادي دجله اللي هي البوكس فور ودي كانت عامله مشاكل لمحمد هاني لان حسين الشحات ما كانش راجع يدافع الشوط الاولاني على طول عملوا عليه محمد هاني داخل لجوه والجبهه دي كانت لان هي خلي بالك هي طريقه صعبه جدا ان انت تقف قدامها ليه؟ لان انت معاك الكوره وانت معاك كرة انت عندك الراس حربة موجود هنا صلاح امين وهلال ومحمد رضا على طول موجودين لجوه هنا وحصلت مشكلة كبيرة ان ديانج وحمدي فتحي الاتنين كانوا بيروحوا يقابلوا ويسيبوا ظهرهم عشان كده كل البساط اللي ما بينهم كانت على طول هلال ومحمد رضا بيستلموا فاضيين واول ما بيستلموا بيغيروا الملعب الناحيه الثانيه علشان كده هشام عرفات هشام ان حصلت مشكله كبيره جدا لما خسر الماتش انت عارف يا هشام لو حسام عرفات لعيب كرة احسن
كواليتي بتاعته احسن في الحاجات المواقف الواحد على واحد وكده، كان الاهلي النهارده حصل له مشكله كبيره جدا. جات له فرصه لان هاني كان بيخش لجوه، هاني كان بيخش لجوه هنا لانه عايز يقفل الحته دي بتاعت محمد رضا في الحته دي، وحسام زي ما هشام بيقول حسين الشحات ما بيردش وحسام عرفات على طول فاضي. لو محمد هاني يعني محمد هاني ناس مش فاهمه، خلي بالك يا ميدو اللي انت بتقوله ده، انا راهنك ان ما فيش استوديو تحليلي فاهم اصلا. لا صعب. لا معانا اوسه، تعال نشوف اوسه. اوسه عمل ماتش هايل. اوسه والله العظيم معجزه. اوسه صباح الفل حبيبي يا كابتن ميدو، وحشني جدا، وتحياتي ليك وحبيبي هشام رشاد وكابتن فاروق، وحشني جدا وبالتوفيق دايما ومنور الشاشه دايما طول الوقت عالمي حبيبي يا اوسه. النهارده هارد لك الاول طبعا، لكن انا عايز اسالك سؤال، هل الاصابتين اللي حصلوا مرعي وبسام عملت لكم خلل في الفريق شويه؟ اكيد، لان انت عارف يا كابتن ميدو اما بتبقى شغال على سيستم معين وبادئ ب 11 وحافظين وبقى لهم فتره كبيره جدا وهم اساسيين، فطبعا بيفرقوا معاك لما يبقى التغيير في بدايه المباراه واضطراري، وبالذات كمان ان انت بتبني عليهم سواء بتبني على رقم 4 أو 5 الاستوبر او حتى الباك رايت، لان احنا انت عارف ان احنا بنحضر من تحت وبنلعب بيلد اب، فمهم جدا ان انت تبدا مع الناس كمان اللي هي بتساعدك في طلوع الكوره بشكل كويس. فطبعا عملوا لنا مشكله ان غابوا بالنسبه لنا بقيه المباراه، فالتكتيك برضه اللي هيتنفذ مش على الدرجه نفس اللي كانوا هم بيأدوه، وفي نفس الوقت ان احنا برضه عارف ان الماتشات الثقيله دي بتبقى عامل حسابك ان انت هتبدا ب 11، والشوط الثاني كنا عاملين حسابنا ان هلال هيطلع بين الشوطين او ياخد 10 دقائق كمان، لان هو راجع من الاصابه وفتره غياب بقاله كتير. كان عندنا برضه تغييرات كنا حاسبينها من قبل المباراه، فدي طبعا عملت لنا دوبكه، وطبيعي جدا ان انت بقى عندك 2 لعيبه مهمين بيخرجوا اكيد بيأثروا معاك طبعا في الشكل الاداء. وطبعا التغييرين عشان تغييرين في اوقات مختلفه، زنقوا الكابتن عبد الباقي ان هو لازم يعمل تغييرات بين الشوطين، لان القانون يا جماعه بيقول ان التغييرات بين الشوطين ما بتتحسبش. يعني فاهمني؟ ده طبعا زنقوا بشكل كبير في التغيير الثالث، صح؟ اكيد، لان انت عارف كمان يا كابتن ميدو ان انت زي ما انت قلت وانا باخد من كلامك، لان طبعا مش اي حد هياخد باله ان انت كمان بتلعب بتكتيك معين وبتستغل مساحات في ظهر الباكين او الهافين بتوع النادي الاهلي، ان انت كان ممكن تشكل خطوره، وبالفعل شكلنا خطوره وخلانا اكتر من فرصه، وكان بس يعني لو ما كانش في الاستعجال ده او التسرع في نهايه الهجمه وكان يبقى في خبرات اكتر، اعتقد ان انت كان ممكن الماتش من الشوط الاولاني كمان يتغير بشكل كبير، لان انت كنت اخطر، نادي الاهلي ما كانش ليه خطوره حقيقيه في الشوط الاولاني الا بعض الكور الخطيره بس مش مؤثره قوي، لا احنا كان في مساحات وقدرنا نطلع بالكوره بشكل كويس وكان لينا شكل، ولكن ان انت برضه ما بتستغلش الفرص ضد نادي كبير، وده ماتش تقيل زي ما الناس عارفه ان انت بتلعب النادي الاهلي دلوقتي وهو عاوز يوصل للنقطه 61 وعاوز يبقى المتساوي مع نادي الزمالك في قمه الدوري، فلو ما قدرتش تستغل، هو عنده كواليتي بقى وعنده لعيبه عندها خبرات وتقدر تخلص، وده فعلا اللي حصل. ويمكن الجون اللي دخل في بدايه الشوط الثاني كابتن ميدو اعتقد هو اللي غير الشكل المتوقع او السيناريو اللي احنا كنا هنمشي عليه في الشوط الثاني، فغير لنا الشكل خالص، وزي ما احنا حذرنا وقلنا ان النادي الاهلي ممكن في لحظه ان اللعيبه دي تقدر تستغل اي مساحه واي فرصه، وبالفعل هم بدا الشوط الثاني بهدف وبعديها هدف ثاني، صعبوا الامور، الاولاد عندنا برضه صغيرين في الثقه، فالامور بالنسبه لهم بقت صعبه. التخوف. طب اوسه بعد بص، يعني انا توقعت بالطريقه اللي الاهلي نهى بيها الشوط الاول والطريقه اللي الشوط الاول انتهى بيها، ان في اخر 10 دقائق فرقه دجله ابتدت تتهز وابتدى يبقى فيه سوء تمركز في الدفاع وابتدى يبقى فيه فرصه واتنين للاهلي، توقعت ان الشوط الثاني او بين الشوطين هيبقى فيه تعليمات ان لا ابدا الشوط الثاني اقفل شويه، لكن انا فوجئت ان الهدف مبكر قوي ما تنفعش ان انت يعني تقدر تقيس عليه، لكن انا حسيت ان انتوا نزلتوا الشوط الثاني بنفس الطريقه اللي انتوا نهيتوا بيها الشوط الاول. بالظبط، انا باكد كلامك، لان فعلا هو الكلام كان في اوضه اللبس من الكابتن عبد الباقي ان احنا لازم الشوط الثاني نبقى مختلفين، نقف شويه ونبتدي ندور ونبتدي نستحوذ، وعلى الاقل ان انت كنا عارفين ان احنا
اللي هيبقى معانا الطنطره في الشوط الثاني، وكان طالب ان احنا ندور الكوره، ولكن انت لو رجعت ثاني هتلاقي من اول باصه لعبنا على طول قدام اتقطعت، جت انفراد جت جول. ما كانش ده المتفق عليك، متفق ان احنا نبتدي نسيطر ونستحوذ ثاني على مجريات المباراه، على الاقل ان انت كابتن ميدو هتنزل ضد النادي الاهلي تسحب بس شويه وقت من بدايه الشوط الثاني، لان معروف ان النادي الاهلي هيهاجم في النص الثاني من الشوط الثاني ويفتح خطوطه علشان عاوز يحبس الثلاثة بونت، هيبقى عنده فطار ومساحات نقدر نستغلها بقى، وهو ده اللي كنا احنا شغالين عليه، ان هيبقى عاطف ومحمد شريف والاثنين لعيبه صغيرين وعندهم سرعات، وهو ده اللي حتى الجون اللي احنا جبناه جه بالشكل ده. فطبعا البدايه هي طبعا لو تدل على نهايه الشوط الاولاني زي ما انت بتقول، ان هو احنا ما استغلناش التوقف في المباراه بين الشوطين ان احنا نغير من ادائنا واسلوبنا، وهو ده اللي جه بالنسبه لنا بالسلب، والنادي الاهلي حقق منه الهدف علشان يغير سيف المباراه وغير سيف الشكل ان احنا كنا المفروض هنشتغل عليه الشوط الثاني. اوسا انت كلمتني في ان هاخد جمله من الكلام اللي انت قلته ان ما كانتش دي التعليمات. في بعض الأندية لما اللعيبة ما بتنفذش تعليمات المدرب بيبقى فيه عقوبات من قبل مدير الكورة، هل في أي اتجاه ان يبقى فيه عقوبات، ولا انتوا شايفين ان اللعيبة عملت اللي عليها وهتبصوا هتقفلوا صفحة الماتش ده وتبصوا للماتش اللي جاي؟ بص انا هقول لك، لان طبعا والموقف اللي احنا فيه يا كابتن ميدو وكل الناس طبعا تحت ضغط وموقف صعب، وعندنا لعيبة برضه صغيرة كتير، واعتقد ان الناس كلها بتحاول وبتحاول تأدي وتطلع كل ما هي تملك من اداء وتركيز وروح وكل حاجه، فانت في مرحله ما عليك ان انت تلم وتقلب الصفحه وتبص على بعد كده، ويبقى فيه طول الوقت الحوافز والدافع المعنوي والمادي اللي يبقى في ظهر اللعيبه علشان تقدر تطلع من الموقف اللي الواحد موجود فيه. احنا لو هنقول ان اللعيبه النهارده ما كانوش في احسن حالاتهم، يمكن في ماتشات كتيره جدا الفتره اللي فاتت احنا اديناها باحسن من كده بكتير، فانت مش هتقدر تلومهم، لان انت في الاخر هي دي لعيبتك وهم دول المجموعه اللي موجوده، لان احنا خلي بالك كابتن ميدو ان احنا كمان احنا تقريبا كلنا 21 لعيب. احنا مشكله نادي وادي دجله ان احنا كان عندنا كمان ثلاثه محترفين انتهى عقودهم او اعاقتهم 30/6 وتم خلاص نهايه الاعاره ورجعوا انديتهم اللي طلبتهم ان هم يبداوا فتره اعداد، زي انطوري وزي جورجينيو وزي كالديرون، فاحنا خلاص عدد اللعيبه اللي موجوده هو اللي على القد، فهم دول المتاحين ان احنا ان شاء الله نكمل بيهم، سواء اللعيبه الخبرات او اللعيبه اولاد النادي، فكل الدعم والدافع ان احنا طول الوقت بنزقهم ان شاء الله الاحسن والافضل. ولكن موضوع خصومات وكده ما اعتقدش ان هذه المرحله تساعد على ان انت ده يبقى نتاج ايجابي، اعتقد هيقوم بالسلب، بل بالعكس احنا على فكره من الماتشات الاخيره دي كلها عاملين لائحه كابتن ميدو استثنائيه، كلها دوافع ماديه بشكل كبير جدا ومكافئات ضخمه جدا، ونتمنى ان شاء الله ان اللعيبه كمان تستفاد بيهم، جنب ان انت عاوز النادي يبقى موجود بقائه في الدوري وكمان تكسب كمان فلوس كويسه، ان هو ده شغلك وده رزقك، فاحنا بنساعد معنويا، والنادي اعتقد ان ما حدش خالص بخيل في اي شيء، بل دعم موجود من باشمهندس باجد موجود معنا على طول، على طول بيدعم الفريق، على طول بيضاهر الفرقه، وهو ده كابتن ميدو الفتره اللي جايه، وكابتن هشام كابتن فاروق النادي اللي هيبقى فيه استقرار وفيه دافع من مجلس ادارته، وعنده توفير لمكافآت وحوافز، اعتقد هو اللي هيكمل وهيبقى النهايه بالنسبه له انه يبقى موجود في الدوري، لان زي ما احنا بنقول يا كابتن ميدو اكيد انت معاك الراي اللي انا فيه، ان الدوري السنه دي صعب جدا، اخر 6 اسابيع مش هينتهي الا في اخر اسبوع مين بطل الدوري، وزيها بالظبط مين هيبقى الدوري برضه في اخر اسبوع. كابتن عبد المنصف بتمنى لك التوفيق، وان شاء الله باذن الله يعني فرقه وادي دجله فرقه محترمه جدا وعندها لعيبه مميزه جدا، وان شاء الله بقيادتك وبقياده الكابتن عبد الباقي وكابتن عبد الواحد باذن الله وادي دجله يقدر ان هو ينهي الموسم بشكل جيد. النهارده يا فاروق جمهور الاهلي او الناس اللي بتتفرج استغربوا ان موسيماني ما كانش بيضغط على دجله، كان مستنيهم وسايب لهم الاستحواذ، في رايك عمل كده ليه؟ لاسباب بدنيه ده واضح جدا، صح، ما عندوش الباور ما عندوش التقوى، عارف الفرقه واقفه فين، عارف انه لو ضغط هيقع، فانا اعتقد ان هو يعني موسيماني بيفكر كده في التوقيت ده،
موسيماني حتى مش بس اللعيبه اللي عنده ده، حتى اللعيبه اللي سافرت راجعين ريحوا. انه عارف حتى الاربعه الخمسه سته اللي سافروا او الاساسيين منهم الثلاثه اربعه اللي بيستفيد بيهم ريحوا، جاي من سفر وجاي من طوكيو من اخر كوكب الارض. فلا هو بيمر، عشان كده في بدايه كلامي ميدو قلت لك انه في فتره صعبه جدا، دي اصعب فتره وموسيماني مر منها بامتياز. ودايما يمكن الناس كانت طبعا بعد ما كسب بطوله افريقيا مرتين وبعد ما خد برونزيه في مونديال الانديه الناس بطلت شويه تقول الكلام ده، لكن السنه اللي فاتت كان الكلام ده بيتقال كتير جدا. بس عارف برضه سبب تاني يا فاروق، انت طبعا بتتكلم صح جدا وانا وبرافو عليك ان انت قلت حته ان الناحيه البدنيه. انت عارف الساعه 9 بالليل درجه الحراره كام ولا لا؟ يعني ما ركزتش، بس الجو ده 38 والرطوبه 82%، الجو الفتره دي صعب جدا جدا. انت بتتكلم، انا شايف ان موسيماني هشام كان ذكي جدا في ان هو ما ضغطش عالي في بدايه الماتش، لان لو كان ضغط عالي في بدايه الماتش يعني كان هيقول لك ايه، يعني كان فرقه الاهلي كان في الشوط الثاني ما كانتش هتقدر، كان هيقع بالذات ان دجله اعمار سنيه اقل بكتير. سيبك من صباح امين وعبد المنصف وحسام عرفات شويه، انما كل الفرقه لعيبه صغيره عندهم انرجي عاليه جدا. فانا بحيي موسيماني ان هو ما ضغطش عالي في بدايه الماتش، لان انا كنت شايف الناس بتقول ان ازاي لازم يضغط عالي من فوق. لا، لو كان ضغط عالي في بدايه الماتش كان هيحصل له مشاكل. على بتاع دجله الشوط الاولاني لو كان ضغط كان الجاب اللي في ظهر ديانجو بتاعه كان ظهرت اكتر. خلي بالك دجله لعب اول 25 دقيقه 30 دقيقه مع حته ان هو خايف بدنيا، الاهلي ما كانش عارف يقاوم اللي دجله بيلعبه. خلي بالك دي نقطه ندي لدجله حقه، ودجله بيعرف يباصي الكره بين خطوط كويس قوي. دي بمنتهى الامانه. ودايما موسيماني الشوط الاول انا بقول ان هو مش بتاعه، انا دايما بقول الشوط الثاني ده شوط المدربين. دايما الاهلي بيبقى افضل الشوط الثاني، وكان باين ان دجله بدنيا هتتاثر باللي عملوه اول 30 دقيقه. انت بتتكلم على جو، بتتكلم ان فعلا فول باور اللعيبه بتلعب فول باور. وهنا على فكره وهنا خبره المدرب يا فاروق، هنا خبره المدرب. عبد الباقي مدرب كويس جدا طبعا، لكن هو خلى لعيبته يعملوا مجهود كبير جدا. يعني الانجليزي يقول لك ايه، ذا ران اوت اوف جاس، اصابتين يا ميدو دي خلاص اللعيبه بعد 35 دقيقه خلاص مع الرطوبه مع بتاع. موسيماني ذكي، موسيماني خبره كبيره جدا. من على لسان يا ميدو، موسيماني مش بس مدرب ذكي، هو شخص ذكي، هو انسان ذكي. يعني موسيماني ده لو مش مدرب كوره كنت هتلاقيه راجل بنكر ذكي جدا، كنت هتلاقيه راجل مهندس ذكي جدا. يعني هو شخص لما كان في سان داونز كان بيجيب الفرق المصريه الظهر لانه عارف انه مش هيستحملوا الحراره. كان يا عيني يعني بيروح الاهلي والزمالك راحوا يعني ما قدروش. هو شخص ذكي جدا جدا في التعامل مع المباريات، كبير جدا. وكمان معلش يا ميدو، كمان نقطه مهمه، لان هشام اتكلم في نقطه مهمه جدا ان هو مدرب الشوط الثاني ذكي، بيتعامل بذكاء. لكن في الاوقات اللي احتاج فيها انه يكون مدرب الشوط الاول، افتكر ماتش الدحيل في كاس العالم للانديه، كان بيلعب فرقه عارف ان امكانياتها الهجوميه رهيبه جدا، عندهم المعز ودود وعندهم امكانيات مش طبيعيه في الثلث الاولاني، فلعبهم الشوط الاول، لانه لو استناهم الشوط الثاني كان الاهلي هيجي في جولين ثلاثه وكان الماتش هيخلص. فلعبهم الجيم الشوط الاول، والاهلي لعب وان سايد جيم الشوط الاول ورجع الشوط الثاني. مدرب عنده دايما حلول متنوعه وراجل ذكي جدا جدا. يعني اقول لك حاجه، وطبعا الاهلاويه ممكن يزعلوا، بس احنا بنتكلم ككوره ونتوكل على الله وبنقول بقى ما تقولش مصايب. بس لا ما بقولش مصايب. الحاجه الوحيده اللي تعيب النادي الاهلي دلوقتي ان هيبته دفاعيا مش زي زمان. الهيبه بتاع النادي الاهلي كان بيبقى عنده هيبه، ان انت كنت ممكن في الماتش توصل للجون بتاع الاهلي كوره، او كل ماتشين توصل بكوره. لكن انت الاهلي السنه دي بقى دايما، وده اللي بان لما الاهلي جاب الجون الثاني وابتدى دجله يضغط وقدام اسوان وقدام الفرق، حته الوصول لمرمى النادي الاهلي امر ما بقاش صعب. عارف ليه ولا لا؟ ودي مشكله. عارف ليه ولا لا؟ ليه؟ لان الاجنحه بتاعت الاهلي ما بتدافعش كويس. صح. هو ده اللي عامل مشكله. انت اي فرقه بتلعبها الفول باكس بتوعهم على طول لما بيزيدوا فاضيين. خلي بالك، يعني ميزه، يعني هم هجوميا بدون قطع كمان جايبين 56 جول وداخل 22. انا بكلمك عن مشكله. ما انا بقول لك كهربا ما بيدافعش كويس، وحسين الشحات ما بيدافعش كويس، اجاي لما لعب ما بيدافعش كويس. الوحيد يمكن اللي بيدافع كويس طاهر، انما كل الماتشات انت شوف الفول باكس بتاعت الفرق الثانيه لما بيزيدوا عليك بيعملوا لك مشكله اي وقت. والاهلي انت بتتكلم، اقول لك حاجه، الاهلي مع كارتيرون كان قوته ان الوينجرز بتوعه بيدافعوا كويس. الاهلي مع حسام البدري
الوينجرز بيدافعوا كويس جدا، يعني عشان بدري من المدربين اللي لازم الوينجرز بتوعه يبقوا ملتزمين كويس جدا. المشكله الاساسيه مش مشكله تمركز دفاع ولا بتاع ولا الكلام ده، انت عندك على طول الاثنين ظهرات جنب بتوع فرق اللي بتلعب الاهلي على طول لما بيخش في نص ملعب الاهلي على طول فاضيين. بس انت عارف يا دون قطع كلامك يا فاروق، الاهلي بنسبه 95% من كل المباريات اللي بيلعبها بيبقى هو الابر هاند او اليد العليا في المباراه، فانا هيخش فيا 22 جون وانا اللي كل المباراه بتاعتي بنسبه 80-85% انا اللي ماسكها. وعلى فكره مشكلة. انت قلت جمهور الاهلي هيزعل منك، جمهور الاهلي مش هيزعل على حاجه، لا اخر ست ماتشات او خمس ماتشات الاهلي جاي فيه جوال، يعني انت بتتكلم لا عادي، انت بتقول الواقع شغلتك يعني، انت بتحلل يعني انت بتتكلم على الواقع. اوعى تفتكر ان هم هيزعلوا منك اول حد مدركه وعارفه وحاسه جمهور الاهلي. بس يا ميدو، بما انك ضربت امثله بمدربين، اتكلمت عن كارتيرون وعن كابتن حسام البدري، هل انت شايف انها مشكله مدرب ولا مشكله الاجنحه الكواليتي بتاع الاهلي؟ او مش مدرب. مدرب. انت شايف انها مدرب يعني لو مدرب تاني بنفس اللاعبين انا وانا وحسين الشحات لما طبعا كان هيرد كويس. فاكر لما ضحك انا وانا بدرب بالنسبه لي الاجنحه قلبت الاجنحه. انا مره طلبت من ايمن حفني وكهربا، هي دي اللي اقول لك عليها. انا مره ماتش الاهلي زمان طلبت من ايمن حفني وكهربا تعليمات ان هم يردوا، بس انا ما كنتش عايزهم يردوا لبره، فخليتهم يردوا لجوه على حسام غالي وحسام عاشور، وخليت ان بلعب بثلاثه على الدايره، ان واحد هو واحد الواحد من الثلاثه اللي على الدايره نهايه الكره بيطلع يقابل ظهير الجنب ميديا طلعوني ان انا يعني ايه شارلي شابلن، ان انا ازاي ان انا اطلب من ايمن حفني وكهربا ان هم يدافعوا، ده قصه يعني صانع لعب وراجل وطلعوني. بس يعني في نادي الزمالك كان الوقت ده كان محتاجين ان هم يقولوا حاجه جميله عملها، عشان نبقى عاملين في اوروبا قبل المباراه الصبح بيبقى في جوله فطبعا دي لما ميدو دخلها مصر خلي بالك اللعيبه الصبح فمش فاهمين احنا عندنا ماتش بيجي رايحين فين. لا مش جوله، احنا كنا بنتمشى في الجولف مثلا، هم مش هو في اوروبا كده، احنا رايحين فين احنا خدنا فين يعني. كل لعيب يقول لك احنا كده هنتعب، احنا عندنا ماتش جديد يا عم امشي. انا مره لما جيت اشتغلت عملت خليت الفرقه تعمل ريكفري بعد الماتش، كانش فيه كان كنت عايز ادي تاني يوم اجازه، فكنت بخلي الفرقه بعد الماتش الناس اللي لعبت 90 دقيقه او لا بتاع بتعمل ريكفري بتجري، والناس اللي ما اتمرنتش بتعمل تمرينه بعد الماتش. كنت بطلب من الاستاد ان عايزين ساعه الا ربع الناس اللي ما لعبتش اتمرن. انت بتخرج عن تقليد. انا عايز اقول لك حاجه ميت، كره القدم طبعا عمرها ده يعني داخل في 200 سنه دلوقتي. تعرف اول مره في تاريخ الكره المصريه اللعيبه تسخن قبل الماتش كان امتى؟ اسمه ايه ده بتاع الاهلي؟ هيليكوتي في السبعينيات. الفرق الثانيه كانت بتيجي تتفرج ان في ايه ده، ناس بتنزل تسخن قبل الماتش. فاحنا عندنا تقاليد في الكوره. تصبح على خير يا فاروق، نورتوني، وان شاء الله الاسبوع الجاي اشوفكم على خير ان شاء الله حبيبي ميدو. صباح الخير. صباح الخير، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي على خير.